وكما قلتي المباراة ما كانت سهلة، الحمد لله هذا الفوز اللي جاء من فريق اللي هو خصم قوي، الحمد لله ربي وفقنا وانتصرنا في هذه المباراة اللي تعطينا واحد ثلاثة النقاط اللي تخلينا نتسلقوا مراتب المقدمة. الحمد لله انتصار بوعد الجمهور ديالنا الكبير اللي جا ساندنا اليوم بقوة، كنتمنى من الله نبقاو غادي في واحد النتائج الإيجابية إن شاء الله. ديما راه كما كتعرف جمهور الرجاء ديما ورا الفريق ديالو وديما كيدير الضغط على الخصوم، وحنا خصنا نأديو الواجب ديالنا ونكونوا عن حسن الظن ديالنا، والحمد لله ربي وفقنا لهاد النتائج الإيجابية. وكنتمنى اليوم نتمنى حنا نبقاو غاديين ديما مفرحينهم ونفرحوا كاع جمهور الرجاوي ويبقاو مساندنا طيله الموسم ان شاء الله. حنا عندنا هدف واحد هو نلعبوا على اللقب، حنا ماشي مهم ضد من نلعبوا المتصدر ولا الثاني، حنا الهدف هو اي مباراه لعبنا خصنا نفوزوا بها، هذا هو الهدف ديالنا.